ليس أمرا جديدا، إذ أجل مجلس النواب إقرار موازنة عام 2012 كما كان قد أجل إقرار موازنة العام الماضي. وطفت على السطح مرة أخرى صراعات سياسية نارية، تأجيل يؤخر حزمة من المشاريع الاستثمارية التي أقبل العراق عليها بغية البناء والإعمار، يرافقه جدل سياسي محتدم وتسقيطات واتهامات بين الفرقاء، أمر لا يحمل في طياته غرابة بحسب كتاب ومثقفين، إذ لطالما اعتاد السياسيون تقديم مصالح الخاصة على المصلحة العامة، لا سيما مع فرص وتوقيتات مواتية. وهل في هذا الأمر غرابة حتى تسأليني ما رأيي؟ البرلمان في هذه الدورة، في الدورة السابقة رأينا منه مواقف عجيبة غريبة لا تقل غرابة عن هذا الموقف. كان الأمل أنه ينهي البرلمان هذا العام بإقرار ميزانية 2012، وهي ميزانية مهمة جدا لأن تخصيصاتها زادت. للأسف يبدي أعضاء مجلس النواب ومجلس النواب برمته عدم اهتمام بالجانب التشريعي، وهذا يعني مظهر من مظاهر يعني تردي أداء مجلس النواب وعدم كفاءة هذا الأداء. قبل أن يصادقوا على الموازنة ذهب البرلمانيون في إجازة لحين اليوم الثالث من كانون الثاني في العام المقبل، لتبقى المصادقة عليها معلقة وتتعلق معها مصالح أغلبية الناس من مضي بتنفيذ المشاريع الخدمية وتحسين للبنى التحتية. إذ عد صحفيون ومراقبون أن مجلس النواب نأى بنفسه عن عقد جلسات إضافية لإقرار الموازنة، وفضل بإقدامه على هذه الخطوة تأجيلا جديدا للمصالح العامة المرتبطة بالموازنة، والتي لن يقرها بحال من الأحوال مع ما هو جار من شد وجذب على الساحة السياسية. كما يبدو أن البرلمان أو مجلس النواب يحاول أن ينأى بنفسه عن الخوض في معمعة هذه المشكلات. فيما أضاف آخرون أن على برلماني العراق أن يتحلوا بالحنكة المطلوبة والاستفادة من الماضي وتمرير الموازنة على الكتل السياسية أولا، ليظهروا اهتماما بأمر من انتخبوهم، ثم عرضها للتصويت في مجلس النواب، لئلا لا يحصل ما حصل سابقا من عدم تسوية موازنات لأعوام سابقة لغاية الآن. حتى هذه اللحظة الحكومة لم تسوي الميزانيات السابقة، حتى هذه اللحظة لم يعرف مجلس النواب التخصيصات التي صوفت من ميزانيات 2007 و2008 و2009، ولهذا أكو يعني عقدة كبيرة فيما يتعلق بالميزانية. ويبدو أن العواصف السياسية المستمرة ليست بعيدة عن تحليل المواطنين أيضا. هذا أكبر غلط، لأن هي تعطيل أعمال الناس إضافة إلى المشاريع اللي راح توقف. أزمة سياسية أخرى وتأجيل آخر لإقرار موازنة، أمر ولد إحباطا لدى الشارع العراقي الذي كان ينتظر تغييرا من سياسيه، لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من العراق. صابرين كاظم، الحرة، بغداد.